صباح الخير. أكتر إشي استفدت منه في الدوكيومنتري إنه خضت في مواضيع كتير جريئة وكانت الكلية هي الداعم لنا في هاي المواضيع. تعلمت عن السينما كيف الصورة بتخدم الأفكار اللي أنا بدي أوصلها للمجتمع، بما إنه الفيلم الوثائقي كان بالنسبة لي هو الأسلوب لأغير عادات مجتمعية. تعلمت كتير شغلات. إن الفيلم الوثائقي صعب لأنه الناس ما بتتعاون معك عشان تسوي فيلم وثائقي، فصعب تعمل بحث، صعب تطلع قصص حقيقية جريئة. اللي درسونا الدوكيومنتري في كلية دار الكلمة بقدر أقول إنه عندهم خبرة عالية في هذا المجال، وقدروا يعطونا كل تفاصيل هاي الخبرة خلال السنين الماضية اللي هن اكتسبوها من الحياة، قدروا يعطونا إياها في خلال سنتين. أنا بشكرهم كثير.